إرميا 23. يا ويل الرعاة اللي بيضيعوا ويشتتوا غنم الرعية بتاعتي، بيقول الرب. عشان كده بالشكل ده قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة اللي بيرعوا شعبي: انتوا شتتوا الغنم بتاعي وطردتوها وما شقرتوش عليها، عشان كده أنا أعاقبكم على شر أعمالكم، بيقول الرب. وأنا أجمع بقية غنمي من كل الأراضي اللي طردتها ليها ورجعها للمكان اللي تستريح فيه، فتطلع ثمر وتكتر وأقوم عليها رعاة يرعوها، فما تخافش بعد كده وما تترعبش وما تضيعش، بيقول الرب. أهي أيام تيجي، بيقول الرب، وأقوم لداود غصن صلاح فيملك ملك وينجح وينفذ حق وعدل في الأرض، فأيامه يتنقذ يهوذا ويسكن إسرائيل في أمان، وهو ده اسمه اللي ينادوه بيه: الرب صلحنا. عشان كده أهي أيام تيجي، بيقول الرب، وما يقولوش بعد كده: عايش هو الرب اللي طلع ولاد إسرائيل من أرض مصر، لكن عايش هو الرب اللي طلع وجيب خلف بيت إسرائيل من أرض الشمال ومن كل الأراضي اللي طردتهم ليها فيسكنوا في أرضهم. على الأنبياء الكذابين اتهرس قلبي في وسطي، رخى كل عظمي، بقيت زي إنسان سكران وزي راجل غلبته الخمرة، عشان خاطر الرب وعشان خاطر كلامه المقدس، لأن الأرض اتملت من الفجار، لأنه من وش لعنة ناحت الأرض، نشفت مراعي الصحراء وبقى اللي عايزينه هو الشر وجبرتهم للباطل، لأن الأنبياء والكهنة اتنجسوا كلهم، كمان في بيتي لقيت الشر بتاعهم، بيقول الرب. عشان كده يبقى طريقهم ليهم زي زحلقات في ضلمة جامدة فيطردوا ويقعوا فيها، لأني أجيب عليهم شر سنة معاقبهم، بيقول الرب. وشفت في الأنبياء بتوع السامرة حماقة، اتنبأوا بالبعل وتوهوا شعبي إسرائيل، وفي الأنبياء بتوع أورشليم شفت اللي الواحد يأشعر منه بيفجروا وبيمشوا بالكذب ويجمدوا ايدين اللي بيعملوا الشر عشان ما يرجعوش الواحد عن شره. بقوا ليا كلهم زي سدوم والسكان بتوعها زي عمورة. عشان كده بالشكل ده قال رب الجيوش عن الأنبياء الكذابين: أديني أوكلهم نبات أفسنتين مر واسقيهم مية الحنظل المر، لأنه من عند الأنبياء بتوع أورشليم خرج نفاق في كل الأرض. كده قال رب الجيوش: ما تسمعوش لكلام الأنبياء اللي بيتنبأوا لكم، لأنهم بيخلوكوا على الفاضي، بيتكلموا برؤية قلبهم مش عن بق الرب، يقولوا كلام للي بيحتقروني، قال الرب، يبقى لكم سلام. ويقولوا لكل اللي يمشي في عناد قلبه ما يجيش عليكم شر، لأنه مين وقف فقعدة الرب وشاف وسمع كلمته؟ مين سمع كويس لكلمته وسمع؟ اهزى وبعت الرب، غيظ يخرج ونوى هيجة على روس الأشرار تسور، ما يرجعش غضب الرب لحد ما ينفذ ويقوم نيات قلبه. في آخر الأيام تفهموا فهم، ما بعتش الأنبياء لكن هم جريوا، ما اتكلمتش معاهم لكن هم تنبأوا، ولو كانوا وقفوا في القعدة بتاعتي لكنوا بلغوا شعبي بكلامي ورجعوهم عن طريقهم الوحش وعن شر أعمالهم. أكونش إله من قريب، بيقول الرب، ومش إله من بعيد. لو استخبى إنسان في أماكن مستخبية فما شوفهوش أنا بقى، بيقول الرب؟ ما بملاش أنا بقى السماء والأرض، بيقول الرب؟ سمعت اللي قالوا الأنبياء اللي تنبأوا باسمي بالكذب وقالوا حلمت لحد إمتى؟ في حاجة في قلب الأنبياء اللي بيتنبأوا بالكذب؟ الأنبياء اللي قلبهم مكر، اللي بيفكروا أنهم ينسوا شعبي اسمي بالأحلام بتاعتهم اللي بيحكوها الراجل على صاحبه، زي ما نسي أبهاتهم اسمي عشان خاطر البعل. النبي اللي معاه حلم يحكي حلم، واللي معاه كلمتي فيتكلم بكلمتي بالحق. مال التبن مع القمح، بيقول الرب، مش بالشكل ده الكلمة بتاعتي زي نار، بيقول الرب، وزي مطرقة تحطم الصخر. عشان كده أهو أنا على الأنبياء، بيقول الرب، اللي بيسرقوا كلمتي بعضهم من بعض. أديني على الأنبياء، بيقول الرب، اللي ياخدهم لسانهم ويقولوا قال. أهو أنا على اللي بيتنبأوا بأحلام كذب، بيقول الرب، اللي بيحكوها ويتوهوا شعبي بالكذب بتاعهم وبالمبالغات بتاعتهم، ولا ما بعتهمش ولا أمرتهم فما فدوش الشعب ده فايدة، بيقول الرب. ولو سألك الشعب ده
أو نبي أو كاهن، إيه هو وحي الرب؟ فأقول لهم إنهي وحي، أنا برفضكو، هو كلام الرب. فالنبي أو الكاهن أو الشعب اللي يقول وحي الرب أعاقب الراجل ده وبيته كده، تقولوا الراجل لصاحبه والراجل لأخوه، بإيه جاوب الرب وإيه اللي اتكلم بيه الرب؟ أما وحي الرب فما تتكلموش عنه بعد كده، لأن كلمة كل إنسان تبقى الوحي بتاعه. فتقلبوا كلام الإله الحي رب الجيوش إلهنا كده، تقول للنبي بإيه جاوبك الرب وإيه اللي اتكلم بيه الرب؟ ولو كنت تقولوا وحي الرب فعشان كده بالشكل ده قال الرب، عشان قلكوا الكلمة دي وحي الرب وبعتلكوا قلتلكوا ما تقولوش وحي الرب، عشان كده أهو أنا أنساكوا نسيان وأرفضكوا من قدام وشي، أنتوا والمدينة اللي اديتها لكوا والأبهاتكوا، وأخلي عليكوا عار ملوش نهاية وكسفة ملهاش نهاية ما تتنسيش.